بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة دي إن شاء الله وبإذن الله هنتكلم فيها عن الزيوت. إمتى تغير الزيت؟ اللون الأسود والزيت بيغمق بسرعة، إيه السبب في كده؟ الحاجة التالتة، إيه هو أنسب زيت لك في أقل تكلفة ممكن؟ أولاً بالنسبة للزيت، فكرة عامة كده بسرعة، الزيت أهميته طبعاً زي ما احنا عارفين تزييت أجزاء المحرك زي ما احنا شايفين. الحاجة التانية، 10% من أهمية الزيت تبريد المحرك، يعني امتصاص السخونة من الأجزاء المتحركة للمحرك من الداخل. كل ما السيارة زادت تقدما في التصميم بتاعها قل الخلوص، قل المسافات البينية بين الأجزاء المتحركة زي ما احنا شايفين، يعني الأكس اللي بيلف، العمود اللي بيلف المحور بتاعه بتبقى المسافات ضيقة جدا، والانابيب او الوصلات اللي بتودي الزيت من الكارتير الزيت لعمود الكام شيفت للصبابات الصمامات الفالفات الكلام ده كله بتبقى انابيب ضيقه، ولذلك بيبقى عايزين زيت اللزوجه الخاصه بيه صغيره. هنشوف الكلام ده كله بالتفصيل دلوقتي. ده اهميه الزيت والمعيار اللي هنختار عليه الزيت بعد كده. طيب بالنسبة ليه السبب الزيت كل ما نحط زيت 1000 كيلو نلاقيه لونه يغمق وفي بعض الأحوال يسود؟ السبب في كده، أولا سخونة المحرك بتبدأ تأثر على الزيت، الخواص الكيميائية بتاعته، الزيت يبدأ من اللون الذهبي أو الأصفر الفاتح يبدأ يتجه للون البني في اللون الأسود، ده شيء طبيعي. إنما لما تحط زيت بعد 1000 كيلو تلاقيه بقى لونه أسود، دي بيدل ان في مشكلة في المحرك. المشكلة مش في الزيت، المشكلة ان المحرك فيه كربون كتير، كربون ياما، نواة احتراق غير كاملة موجودة في المحرك. الزيت ده قايم بوظيفته صح، بيشتت الرواسب دي، فتلاقي الزيت تاخده على المقاس بتاع الزيت تلاقيه بقى لونه اسود. دي مشكلة في المحرك مش في الزيت، وده عكس اللي دايما البائعين الزيوت او البناشر يجي يقول لك الزيت ده ممتاز، تحطه بعد 5000 كيلو تلاقيه نفس اللون الذهبي. دي مش ميزه، معنى كده الزيت ما بيقومش بالوظائف بتاعته. المفروض الزيت اهم وظائفه تزييت وتشتيت واذابه الرواسب والكربون الموجود في جدران الاسطوانه وفي الكارتير. طيب وعشان كده دايما بنقول بعد كذا غيار زيت لازم يتعمل فلاش داخلي وغسل للمكنة من الداخل. انا كنت طبعا عامل حلقة قبل كده على الموضوع ده، ممكن حضرتك تشوفها، لكيفية الغسيل المكنة من الداخل عشان تبقى جميع مجاري الزيوت سليمة. طيب بالنسبة امتى هنغير الزيت؟ انت جايب زيت 5000 كيلو مثلا ومنتظم بتغيره بعد 5000 كيلو، هو الصح طبعا بيتغير قبليها، ايه السبب في كده؟ وقوف السيارة في الاشارات كتير والوقوف والمحرك شغال، كل ده زمن، بس العداد بتاع الكيلو واقف، فانت دايما للامان هو 5000 كيلو طيار مثلا على 4500. لو شغلك كله اغلبه جوه المدينة واشارات ووقوف وطلوع ومشي بطيء يبقى 4000 كيلو، لان كل ده زمن السيارة شغالة بس العداد الكيلوات واقف، بس ده محسوب من عمر الزيت. دي ملحوظة بس نحب ايه نقول. طيب انا عايز بقى اغير الزيت دلوقتي، ايه النوع المناسب؟ قاعدة عامة، الكتالوج الخاص بالسيارة هو اللي هيقولك درجة اللزوجة، هنشوف الكلام ده عمل ازاي. طيب انا ما عنديش الكتالوج، انا سايب في الاسكريبشن او في الوصف اللي تحت لينك خاص بشركة موبيل، كل شركة عاملة الجايد ده، هتدخل على الموديل السيارة بتاعتك. ملحوظة، موديل السيارة مش معناه انت مثلا جايب تويوتا هو 2004، نهايته 2007، بس اللي هتلاقيه موجود في الديسكريبشن او في اللينك ده بداية التصنيع، يعني هي من 2004 ل 2008 يبقى انا هبص في 2004. لان طب نجيب في نوعين من الزيوت، النوع العادي خالص المعدني والنوع السينتاتيك اللي هو التخليقي، مين افضل؟ الكتالوج بتاعك ما قالش ولا ده ولا ده، الافضل ليك التخليقي. طيب لو انت استعمالك سفر مسافات طويلة، اغلب السير بتاعك في الطرق اللي هي حوالين المدينة، سرعات عالية ثابتة ما فيهاش مشكلة، السخونة بتاعت المحرك ثابتة ما فيهاش مشاكل، ممكن في الحالة دي لو الكتالوج ما قالكش سينتاتيك ممكن تستعمل النوع العادي، ده هيبقى اوفر لك وهيقعد معاك مدة طويلة. شغلك قاسي جوه المدينة،
وقوف وتمشي وتطلع واشارات والكلام ده كله، الافضل لك والمكنه السينتاتيك. هنشوف بقى ازاي تختار بالارقام اللي موجوده، وببساطه جدا الارقام الموجوده على العلبه وتختار مين فيهم بالظبط. نشوف مع بعض الارقام دي معناها ايه. لما نفتح الكتالوج زي ما احنا شايفين كده في الجنب، في جدول كل ما السخونه الجو درجه الحراره بتاعته بتعلى الرقم ده بيزيد، ده بيزيد. ده معناه ايه؟ ان الرقم ده خاص ببدايه التشغيل لزوجه الزيت وهو بارد. ده كده تبقى لزوجتين لزوجتها اقل من 40، فمعنى كده ان هو في بدايه التشغيل بيكون الزيت خفيف زي الميه. لما يبدا يسخن اللزوجه بتاعته بتوصل 40، بيتقل وضع معكوس. ده كده ببساطه شديده. مهم جدا الرقم ده لان هو اغلب الاحتكاك، اقصى حاجه في التشغيل بدايه التشغيل بيكون الزيت كله في الكارتير. عايز اول ما تبدا تشغل المرش او السلف الزيت الخفيف، عشان كده يبقى خفيف، يطلع ينتشر في المحرك كله في خلال ثانيه واحده. طيب الاختيار بقى التاني المهم، هل هنجيب الزيت اللي هو السينتاتيك التخليق اللي زي ده، ولا الزيت العادي اللي هو زي كده؟ زي ما احنا قلنا الكتيب الصيانه بتاعنا قال لنا سينتاتيك، يبقى هنختار السينتاتيك. ما قالش يبقى ممكن نحط من ده او من ده. طيب الحاجه اللي بعد كده نهتم جدا بتاريخ الانتاج. طبعا هو بيبقى مدته طويله، يعني انت نادرا زي ما احنا شايفين 5 سنين من اول 2018. طب صلاحيه الزيت اللي جوه انا حطيته بقى صلاحيته قد ايه؟ العادي ده المفروض ما يزيدش عن 6 شهور، المفروض ما يزيدش، يعني ممكن عملت 8 اشهر بتاع مش مشكله. السينتاتيك خلال سنه صلاحيته مع التشغيل سنه، زودتها شهرين ثلاثه مفيش مشكله. ده الموضوع كله، ادي اللي احنا كنا بنتكلم عليه. ونشوفكم في حلقه جايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.